قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كايسون إن الاعتداء على الطالبة المصرية مريم مصطفى لن يمر دون عقاب. وأضاف كايسون في لقاء خاص لايف أن ما حدث هو اعتداء على قيم المجتمع البريطاني. أؤذي أهل مريم مصطفى، الله يرحمها، الله يصبرهم. وأنا أعتبر أن الاعتداء على مريم كان جريمة وحشية وطبعا مأساة لعائلتها. كانت بنت، يعني وائدة راحت، وفي نفس الوقت كان اعتداء على قيم المجتمع البريطاني. ولشان كده أنا بحس أن في بريطانيا وفي مصر في حالة الغضب والخسارة والحزن، وكلنا عندنا إرادة قوية جدا أن نشوف العدل بتحقق لمريم. فالمهم جدا دلوقتي أن السلطات القضائية والشرطة البريطانية بتعمل عملياتهم بشكل صحيح خلال الأسابيع اللي جاية. طبعا بما أن التحقيق شغال، مش ممكن أن السلطات تؤلك على كل تفاصيل الجريمة والتحقيق، ولكن ما أقدر أقوله أن السلطات البريطانية مش هتسمح مثل هذه الجريمة الوحشية تمر دون عقاب.